كيف غنسمقهم يعني العفيس انا تكيمك طرق داخل كده ماني يضنين انا سمحوا لنا نجيب لكم من هنايا باش هذا ونبين هو تقلو ين غير كلي سمو قلم انا تنيت سنسيت جيا باق نفدح غماني يضن كنتمنى انك اكبر هادو لك المنازل الساكنه هاتي تظلم ها يعني شوف اللهم صل عليك رسول الله انفخ ابراهيم هو قال خطر في الزر كان راني نجدر هذا يضرب فرد البال واو 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 غادي نحاولوا اننا ندخلوا بكم الوسط شوي غير خطر تحيه الاخوان ديال الوقايه المدنيه تحيه الاخوان ديال الوقايه المدنيه والدرك الملكي والقوات المساعده صراحه صراحة هاد الناس داروا عمل جبار اوب 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 صعوبات التنفس هنا هنا كاينه صعوبات التنفس لكن حفاظا على الارواح ديالنا غادي نحاولوا نحيدوا من هنايا اوبو غادي نحاول نعطيكم الصوره من الفوق كما عاودتي كنقولها انني كنشوف بعينيا الرجال ديال الوقايه المدنيه الدراري خدامين ما شاء الله
فوس العافية. أنا شت دابا ما عرفتش، ما قدرتش نصوره لأن يمكن يكون ممنوع رجل ديال الوقاية المدنية. فوس العافية، واو كنحيو هاد الناس هادو، كنحيو الساكنة ديال حيت منصور اللي درت مجهود جبار باش تخمد هاد الحريق. لكم صورة من مكان آخر، الصورة غير بلاصة يدن الزاوية يدن باش تزرم حجم الكارثة، حجم الكارثة الطبيعية. هانتوما كتشوفوا هنا كيوضح لكم حجم الكارثة. هذه غير من هاد الجهة، هذه غير جهة وحدة، خلي الجهة الأخرى. أوي أوي أوي، بسم الله بسم الله بسم الله. الحمد لله ما كاينش خسائر، الحمد لله أن خسائر في الأرواح ما كاينش، خسائر مادية كاينة. الناس حاولوا يهربوا بحياتهم في الطريق ديالنا، صدفنا الناس تيقولوا عتقوا عتقونا. العافية ما طفاتش، يعني طفات في بلايص ومجهدة في بلايص أخرى. هانتوما الرجال ديال الوقاية المدنية والدرك باقا شاعلة، باقا شاعلة. إلا جاب الله أنكم كتشوفوا واحد الدار لهيها راه شاعلة في أكلوي ديالها، راه هي كما كتشوفوا ليه حدا الجامع حتى هو، يعني نقطة هنا نقطة ليه، ولكن تا القوية ذاتي تبدا كيس، تا القوية ناضنين هاتي تجدر، تا القوية ناضنين تجدر تجدر تجدر. وصورت كي وصورت كي ما يزرع السلطات. دابا كتلقى نداء بان الناس يردوا البال حيت الشجر اللي تحرقات كطيح، الشجر اللي كيطيحوا دابا، الناس اللي كيطفيو العافيه يحاولوا انهم يردوا البال. هذا غير مكان من الاماكن اللي كيشتعل فيه الحريق، باقي واحد الاماكن كثيره وعديده يعني في هذا الاتجاه. اذا شفتوا اللايف الاول غتبان لكم يعني الوقائع ديال الحريق، حتى صعوبه التنفس كاينه هنايا بزياده التنفس. غنحاول ان نغلي الى ابعد نقطه. اوب 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 اوب. الله يسلم الجميع، بسم الله بسم الله. أوب.
غادي نحاول نبدل الطريق لان ما قدرتش ندوز في البلاصه اللي طلعت منها لانه منطقه خطيره حتى عمليه التنفس شقاقيس. كما كتشوفوا نظرا ان الشمس كتغرب ما عرفتش كتبان لكم الصوره، عطوني اشاره الا كانت الصوره كتوصل لكم حيت نظرا لغياب الله الانترنت هنايا ما عرفتش. تبكي القلوب هانتوما. هذه هي واحات ايت منصور الان، دوار للاسف الدوار نسيت السميه ديالو. هانتوما الرياح، كاينه رياح قويه. غنكون نضرب دا السي رشيد، غنكون نضرب الدلاله تكون منها منين كنقل لكم الخبر. حاولت انني نطلع لاعلى نقطه هي اعلى نقطه يمكن نوصل ليها باش نشرح لكم الصوره. انتما كتشوفوا هذا هو، هذه هي المنطقه، هذه هي المنطقه، هذه هي ترقو غيدي كتجن. انتما شكرا شكرا سي بنو الشيخ، الله يلطف بينا ويلطف بهاد الناس هادو. صراحة ملي كنا كنقلو، ملي كنا كنقلو الوقائع، ملي كنا كنقلو الوقائع يعني حسينا بدوك الناس، يعني كتصور حداهم وما لا حول لهم ولا قوة، وكتحاول انك تتصور يعني الاحساس ديالهم تقبلناه، كنعتذروا ليهم ولكن ما في اليد حيلة. حتى الناس اللي كيعاونوا، انا معايا الاصدقاء ديالي الباشير الحضيقي وسي محمد يوسف قرامت، ومعايا الرئيس والمهدني تندوفي، صراحه راه خدامين الله يعطيهم الصحه، معاونين الساكنه، كنشكرهم بزاف وكنشكر الناس ديال الدوار. للاسف تخوننا الحروف، تخوننا الكلمات، ما كلمات كاين السلطات. انا شفت بعيني رجال برك الملك واحد الموقف، يعني واحد ما يدخلش، والله ما يدخلش ديك البلايص، اي خاف على راسه. شفت الناس ديال القائمه الاداريه تتني، والله العظيم الا شفت مواقف يعني شابو ولا الناس ديال الرجال ديال القوات المساعدة، يعني
كاين الناس طل كيخوي على النخلة خدامين بوسائل بسيطة، ولكن كيحاولوا يحلوا، ما عندنا ما يديروا. سبب الحريق الحمد لله باقي ما تعرفش، الحال سخون اليوم، الحال سخون ما تعرفش، والزوار كيجي ويقدر يكون أي خطأ بسيط يدير هذا الحريق هذا. خويا احنا عارفين كنمارسو دابا كنقول راه حنا ماشي صحفيين، ولكن كنهتمين بالشأن المحلي، كنحاولوا نقدموا المعلومة. ماشي صحفيين وما كنتطاولوش نهائيا على ميدان الصحافة، والصحافة وميدان ديال الصحافة راه كي هناك قوانين تحميه. نتطفلوا على هذه المهنة، فقط نحن نحاول تقديم صورة، هذا الشيء كنحاولوا نقدموا صورة، نقدموا المشاكل ديال الضوء ديال المنطقة، نحاول نهضروا عليها واخا بطريقة عشوائية، هذا وجهنا. إلا كنتو ما عجبكمش هذا الشيء حنا مستعدين أننا نحبسوا. هادشي الخير هذا كيطلب منا جهد مادي وجهد معنوي، كنسامح غير سلوان نسامح غير قلبنا باش نديرو هادشي. صراحة هادشي يحزن، الله يعوض هاد الناس هادو، الله يعوضهم خير، ورسيت الخير مالي غير الله، الحمد لله الأرواح وليت. هناك بعض المنازل شدت فيهم العافية، هناك سيارة الله يعوض مولاها، هادشي اللي كنطلبو من الله. كما تنقولوا حنا ماشي صحافه ولا نتطفل على مهنه الصحافه، الصحافه لها رجالتها، راه هما اللي هي في المهرجان خدامين كيصوروا، وحنايا راه كنديروا العمل ديالنا. باش العمل ديالنا كنديروا هوايه كنحبوها. ايوا راه الصحافه راه حتى فراوت كتصور الزواج الجماعي وكتصور المهرجان، كنشكروهم وكنتمنوا وكنحمد الله انهم طريق ما تقلبوش وما ماتوش حتى هما البارح، الالطاف الالهيه كانت معاهم. انتما كتشوفوا الطريق، يعني الاغلبيه 90% نقدر نقول 90% ديال الشباب وديال الناس زاروا المنطقه، زران غراس، زران مشكل المياه، زران المشكل تاع الريزو. الحمد لله سير ان هذا الهاتف اللي كنصور به ديال الاخوان هاتف يعني كيجر الريزو، اما غير هاتي وقيس الريزو. من هذا المدبر، منبر امريون سبريس، كنقدموا الاعتذار لاي واحد من هاد الناس، هاد السكان هادو اللي الا حسوا بان نسانا لهم من خلال النقل المباشر ديالنا، كنقدموا لهم الاعتذار نيابه عن منطقتنا كمسؤول في منبر امريون سبريس. كنقدم لهاد الناس الاعتذار، كنقول لهم سامحونا الا سانا لكم في نقل المعلومه، الا سانا لكم يقدر يكون ماشي بخاطرنا. حنا ملي سمعنا هادشي جينا كنجريو باش نوصلوا المعلومه ونكون معكم في هذه البلاصه هذه. كنعتذر لكم مئات الف خطره، حسينا بكم انكم تقلقتوا، هناك شباب اللي جاوا اللي تيغوت علينا ما تصوروش، كاين اللي سبنا، كاين اللي قال لك اسيدي حنا خدامين وكنطفيو نتوما كتفرجوا فينا وكتصوروا. كما قلت باننا حنا كنتفهموا النفسيه ديالهم عادي جدا، انا كنتفهم النفسيه ديالهم، كنقدم لهم الاعتذار، لكن انا صراحه راني متاثر بهذا الجو اللي انا فيه. الله يلطف، الله يلطف، هي العافيه باقا شاد لهاد الجهه. كنعتذر لهاد الناس هادو، ما في اليد حيله، حاولنا اننا نديرو الجهد ديالنا، ولكن حتى انا بغيتي تعاون ما سدلت لي الماء راه ما غاديش يسد لك العافيه. راه الحمد لله، الحمد لله. انت ما كتشوفوا، انت ما كتشوفوا ها البلاصه اللي غتشعل فيت، هاتيكم من عباد الله، هاتيكم هاتي مسكين، هاتيكم ما يعني الطفل الالهيه هي اللي كانت مع هاد الناس هادو، ماشي شي حاجه اخرى. اسمع ربي من الخير سكنت الى ديت هناك بلايص باقي ما تحرقوش ولله الحمد. يعني شوف كتشوفوا المنازل، هاتوما المنازل يعني في وسط الاشجار، يعني ربي سبحانه وتعالى راه لطف بهاد الناس هادو. الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على لطفو. إذا تحرقت السيارة ربي غيعوض بزاف، تحرق منزل، تحرقت كاشة ولا تحرق شي حاجة، اللهم لك الحمد. المهم ما قديش نكمل معكم، ما نخليكم.
خليكم مع التصاور واحد شويه غادي نحبس. غادي نتمنى من الله سبحانه وتعالى يلطف بينا ويلطف بهاد الناس. هانتوما حاولنا اننا نطلعوا لاقصى بلاصه باش نعطيكم صوره واضحه. غادي نعطيكم صوره الى هنا ينتهي البث اصدقائي. غادي نهبط لتحت الى كان اخذت شي ارتسامات ديال السكينه الى بغاو داك اللي ساوني كان عطاها 100,000 خطره لهاد التسالو. انا من جهتي ولا شفنا ليهم ولا قدمنا عليهم صوره خايبه ولا شي حاجه كما كنحسو ما تعرفش الاحساس ديالهم كي داير. كنعتذر لهم مره اخرى. شكرا لجميع المتتبعين ديال امانوس بريس. شكرا لكم ودعوا معايا هاد الناس ودعوا معانا. السلام عليكم. أوه. يا رب السلامة.